مرحبا، في عندي نوع من الخرائط التي تسمى بالخرائط التوبوغرافية. بلاقي علي دوائر أو خطوط بحسها معجقة. هذه الخطوط يطلق عليها اسم خطوط المستوى. بتعريف خطوط المستوى، هي خطوط تجمع النقاط متساوية الارتفاع. لنقدر نفهمها بشكل أفضل، خلينا نشوف كيف طريقة رسمها. أولاً، نحن لما بدنا نبدأ برسم خطوط المستوى، فنحن علينا أن نبدأ بتحديد الارتفاعات بدءا من سطح البحر، ومنصير منحدد النقاط يلي عندها نفس الارتفاع. بعد ذلك بنتقل لحتى أعمل عملية إسقاط لها النقاط هايدي على ورقة مسطحة. من أفضل الأمثلة لنقدر نفهم خطوط المستوى فهي فكرة المدرجات التي تستعمل للزراعة، حيث فينا نشبه كل مدرج وكأنه خط من خطوط المستوى يلي عندها نفس الارتفاعات. أما كيف برسم خطوط المستوى، فمثل ما قلنا منحدد النقاط اللي هني موجودين بنفس الارتفاعات، النقطة الثانية بحط الارتفاعات، النقطة الثالثة بعمل عملية إسقاط على ورقة مسطحة، ثم بكتب هذه الارتفاعات على هالورقة هايدي. الشكل اللي بيطلع معي إذن هذا هو، ولكن على الخريطة ما بيكون في عندي هكذا ألوان، وإنما بيكونوا موجودين كلون واحد. ومثل ما قلنا، بس لحتى أقول خط مستوى، فإذا كل النقاط يلي موجودة على هالخط عندهم نفس الارتفاع. بالحقيقة على الخريطة الطوبوغرافية فنحن منشوف هذا الشكل على الخريطة. هذه الخطوط اللي نحن منشوفها هي تقسم إلى قسمين، منها ما يعرف بخطوط أساسية ومنها ما يعرف بخطوط ثانوية. الخط الأساسي عادة يرسم بشكل حادق، بينما الخط الثانوي فهو الذي يكون هافي. ومن الأسئلة المهمة اللي نحن علينا أن نفهمها بخطوط المستوى هو الفارق بين خطين أساسيين. لأقدر أعرف علي أني نقص الأرقام اللي موجودة على خطين أساسيين، ومثل ما قلنا هيدي الخطوط هي الخطوط الغامقة. بأخذ رقم 800 ناقص 700 بيطلع معي فارق بين خطين أساسيين هو 100 متر. إنما من المهم أيضا أني أعرف قيمة كل خط ثانوي. الطريقة هي جدا سهلة، فأنا علي أني أقوم بعملية حسابية. هي أولا قيمة الفارق بين خطين أساسيين اللي شفناهم قبل، وبقسم هذا الرقم على عدد الخطوط الثانوية بين هالخطين. خلونا نبلش نعد. أنا موجود على 700 متر وبدي أطلع على 800 متر. بلش بطلع خط، 2، 3، 4، 5. وبالتالي أنا لحتى وصلت من 700 إلى 800 متر أنا انتقلت 5 خطوط، وهذا المقصود فيه عدد الخطوط الثانوية. طيب، قيمة الفارق بين خطين أساسيين نحن شفناها قبل هي 100 متر، بينما عدد الخطوط مثل ما قلنا هو 5 خطوط. فبقسم 100 على 5 بيطلع معي كل خط ثانوي هو عبارة عن 20 متر. وبالتالي أنا عم بطلع 700، 720، 740، 760، 780، 800. خلونا ناخد تمرين جدا مهم بالنسبة لنا. إذا قلنا احتسب فارق الارتفاع بين النقطتين A و B، أول خطوة علي أني أقوم فيها أني بكتب ارتفاع النقطة A اللي هي موجودة على 700 متر. النقطة الثانية هي ارتفاع النقطة B اللي موجودة على 820 متر. ليش 820؟ لأنه موجودة على خط واحد بعد 800. وبالتالي بقوم بتنقيص 820 ناقص 700 متر، فبيطلع معي الجواب هو 120 متر. فإذا فارق الارتفاع بين النقطتين A و B هو 120 متر. خلونا ناخد مثل تاني. احتسب فارق الارتفاع بين النقطتين C و D. مثل ما قلنا علي أولا أني أكتب ارتفاع النقطة C هي 760 متر، لأنه موجودة بعد 3 خطوط بعد 700 متر. ثم بكتب ارتفاع النقطة D اللي هي 680 متر. كمان ليش 680 متر؟ إذا أنا انتقلت من 600، خط واحد 620، خط تاني 640، خط ثالث 660، خط رابع 680 متر يلي موجود علي النقطة دي. ثم بنقص 760 ناقص 680، إذن فارق الارتفاع بين C و D هو 80 متر. بتمنى أن نكون لقينا المعلومات واضحة
وفهمناها بشكل أفضل، وشكرا جزيلا لكم.